اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من ستات دوت كوم. حلقه جديده هنناقش فيها مشكله من مشاكل الاسره المصريه. الاسره المصريه دلوقتي بقى فيها تفكك غير عادي، وده نتيجه السوشيال ميديا، التطور، الانحدار المادي، الانحدار الثقافي، الانحدار الاقتصادي. النهارده معانا دكتوره امل فتحي، خبيرة العلاقات الأسرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا، عايزين نناقش المشاكل بتاعة الأسرة المصرية. أهلا وسهلا بيك، اتشرفت بحضرتك يا دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا عايزين في الأول يعني نتفق مع بعض ان بناء أسرة او الأسرة ده كيان وآية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فعشان أبني أسرة ده مش حاجة سهلة، أو علشان خاطر إن الإنسان يبني بيت ويكون أسرة ده مش حاجة يعني بسيطة كده إن الواحد أي حاجة وخلاص. فليها مقاييس من بداية من أول الاختيار، تمام، أول الخطوبة بالظبط كده. لازم الإنسان لما زي ما ديننا والأديان كلها بتوصي وبتقول إن يعني وصى ولي أمر البنت إن هو يختار لها الزوج اللي بيتميز بالأخلاق والدين، وبرضه البنت لما الزوج يجي يختار البنت ذات الخلق والدين علشان خاطر يبنوا يعني حياة سعيدة مع بعض. طبعا بيبدأوا من الأول الاختيار السليم والصح، وبيحطوا يعني لحياتهم يعني زي أسس كده يمشوا عليها من أول الخطوبة، ما يستنوش لحد ما يتجوزوا بعد كده يفاجئوا بالمشاكل، وبعدين يقولوا ورجعوا يقولوا لي هو ما بقاش في حب، الحب راح فين، ده ما بقاش يحبني. وده بيرجع برضو للأهل ان هم بيساعدوا الابن والبنت ان هم يختاروا اختيار سليم. اكيد لازم يبقى في توافق ما بين العائلتين، يعني الاسرتين. أيوة. مش مساله الولد والبنت بس، وتوافق ثقافي. كل حاجه يبقى فيه يعني اسره قصاد اسره، مفيش حاجه اسمها اتنين حبينا بعض في الجامعه فخلاص احنا عايزين نتجوز. الحب مش كفايه ليه خالص. لان يعني معظم المشاكل اللي بتجيني بيبقوا فعلا اتنين مرتبطين مثلا في الجامعه. بيحبوا بعض جدا ومتمسكين ببعض ويتحدوا المجتمع والدنيا كلها ويتجوزوا، وبعد ما يعيشوا مع بعض فتره تبص تلاقي يحصل مشاكل وبعد الجواز المسؤوليه فلازم يبقى الاختيار من الاول صح، ما يتبنيش على الحب فقط ان انا انبهر. ليه بقى؟ لان الحب قلنا بقى ايه الاسس السليمه. شوف حضرتك الاول الحب ده بيمر باربع مراحل، واحنا لو فهمنا وعرفنا هندرك الموضوع شويه. اول مرحله اللي هي المرحله الاولى اللي هي النظره، اللي هو بيبص بيشوف واحده تعجبه وهي بتشوف واحد يعجبها، الشكل، فالقلب يبدا ينشغل شويه، وده بيسموه مرض الحب. يعني خلاص هو شايف سواء بقى الولد او البنت شايفين كل طرف شايف التاني ملاك، شايف ده الحنون الجميل القمر اللي ما بيعملش اللي بيحبه اللي كذا كذا، فتبص تلاقي ايه خلاص القلب فتح الباب للحب عشان يدخل، فمتغاضي عن اي حاجة تانية تقابله. دي المرحلة الاولى. المرحلة التانية ان يبتدي بقى القلب يقفل على الحب ده، يقول بقى ايه خلاص ويدوروا الاثنين على يعني حاجة مشتركة ما بينهم، حاجات بيحبوها هما الاثنين، ويبقوا برضه هما الاثنين يعني مكتفيين، يعملوا الدنيا بتاعتهم هما الاثنين لوحدهم. وعايشين بنحب الاكل ده ونحب المزيكا دي، بنحب الخروج في الاماكن بالزبط. دي ويتفقوا مع بعض وخلاص، يعني يعيشوا بقى مع بعض كده شوية الفترة. ندخل بقى في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة بقى شوية بيبتدي بقى يتكونوا تعودوا على بعض شويه، شافوا مواقف من بعض حقيقتهم. فتبدا سنه بعض هي تكتشف شويه حاجه منه وهو يكتشف شويه اي حاجه منها، فيبتدي العقل يتدخل. فالعقل يبتدي القلب بيدافع عن الحبيب، فتقول القلب يقول له مثلا ايه حبيبي يعني حنين، فالعقل يقول له بس عصبي، خلي بالك ده عصبي. فتيجي القلب يروح قايل بس ده بيحبني،
بينفذ لي كل طلباتي، يوم العقل متدخل ويقول له بس متردد ما بياخدش قرار بسرعه. فتبص تلاقي هنا بقى في التدخلات دي تخبط ما بين العقل والقلب، في تخبط بقى. فبيحصل ايه؟ في بعض علاقات بتنتهي في المرحله دي. لو العقل انتصر على القلب ووضح بقى واقتنع القلب بالمشاكل اللي هي دي اللي ظهرت دي والحاجات دي، فممكن ينفصل. لو ما انفصلوش بتنقلوا بقى للمرحله الرابعه اللي هي اصعب مرحله. تمام. اللي هي بقى مرحله الزواج. بيحصل ايه بقى في الزواج؟ تغاضوا بقى ايام الخطوبه عن حاجات كتير. بالزبط. مع ان العقل كان بينبه ليها وبيدي اشارات ليها وفي امور واضحه كتير. بالظبط كده. بس القلب والحب لسه موجود. ايوه. وداخلين بقى هم شايفين الصوره الملائكيه، الصوره الرومانسيه، كل واحد شايف التاني كده. أيوة. يعني رسم له صوره معينه وهو داخل، خلاص اتقفل باب القلب واتقفل باب البيت عليهم. فيبداوا يتصدموا بمشاكل الحياه. يلاقوا هو الحب موجود مش ما أيوة راحش. بس هم لازم بقى يقدروا يقووه، لان المسؤوليات. أيوة. والحياه الماديه. والحياه الاجتماعيه، وان هي تتعامل مع اهله وهو يتعامل مع اهلها. أيوة. ويتعامل بقى مع اصحابه ازاي بعد الجواز، مش بفضل ننزل على القهوه. لا. أيوة. انا خارج مع اصحابي. أيوة. لا انا مسافر معاهم. لا في واحده مسؤوله منك دلوقتي. أيوة. الحياه اختلفت خالص. وهي كمان مفيش ماما، مفيش اصحابي، مفيش النادي، مفيش انام لحد الظهر. أيوة. في بيت وفي مسؤوليه وفي حياه. ما هم هنا بيحصل ايه بقى؟ هم لما بيتقفل عليهم الباب خلاص بقى والدنيا كده، وزي ما حضرتك بتقولي كده، بيبص يلاقوا يواجهوا المشاكل اللي بتقابلهم، ومش هي دي بقى الصوره الملائكيه، ولا هو ده الحبيب اللي انا شفته في اول نظره. انت ما كنتش كده، انت اتغيرت. وهو يقول لها انت اتغيرتي. هما ما اتغيروش، هما اتصدموا بالواقع. فاخطر بقى مرحله في الزواج كلها من السنه الاولى لثلاث سنين. اذا عدوا المراحل دي، اذا عدوا الثلاث سنين دول، يعني المرحله الاولى، السنه الاولى والسنه الثانيه والثالثه، بيعيشوا بامان لنهايه العمر ان شاء الله. قدروا يعدوا المصاعب اللي مروا بيها. طب يعدوا ازاي؟ بيعملوا ايه بقى؟ أيوة. ان هم يواجهوا الحياه. تمام. مش يبنوا حياتهم على الحب اللي هم داخلين بيه والصوره الملائكيه اللي هم شافوها دي. لا. والصوره بقى مع المشاكل. بالظبط كده. بس الحب تشتغل. موجود. أيوة. يعني بننميه وبنحل مشاكلنا. والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. احنا مش اعداء خالص. مش مين هينتصر على مين، مش كلامك انت اللي صح ولا كلامي. أيوة. انا اللي صح، ولا انا اللي نفذ رايي. الواقع اتفرض علينا هو اللي جابرنا ازاي نتعايش معاه. بالظبط كده. وفي حاجه مهمه كمان، يعني بالنسبه للولد او البنت، احنا بنقول هو في، يعني عايش في مثلث وهي عايشه في مثلث قبل ما يتقابلوا. المثلث اللي هو عايش فيه بيئه مختلفه عنها، تعاملات مختلفه، تربيه مختلفه، تعليم مختلف، كل حاجه المثلث بتاعه هو مليان بيه كده. هي نفس القصه. اللي بيحصل ايه بقى علشان خاطر عشان بيسبب المشاكل، ان هم بيبقوا عاوزين كل طرف من الاثنين عايز ياخد، يخليه مثلث واحد، يعني يدمج المثلثين في مثلث واحد. هو عايز يتطبع بطبع اهله. أيوة. وبيئته ودماغه، وهي كمان وهي عايزه تطبعه بطبع تمشي اهله كده. لكن ما بيعملوش اندماج وتقارب. انا في بيئه مختلفه وتربيه مختلفه، انا ليا طريقه مختلفه، اهلي عودوني على حاجه وانت اهلك عودوك على حاجه. فبالتدريج كده وبالراحه مع بعض، ما دام في حب وفي ود وموده ورحمه زي ما ربنا قال، هنحاول ان احنا نقرب المسافات. ايوه. ومش عيب ابدا ان يعني ان الزوج يبقى ليه برضو حياته الخاصه، والزوجه برضو ليها، يعني هي ليها اصحابها، مفيش مانع ان هي بس في حدود المعقول. في حدود المعقول. حدود بقى ان في اسره وبقى في راجل. بالزبط. وبقى في بيت. بس في زوجات بتعمل يعني كبسه كده. يا دكتوره بعد اذنك معانا صبحي من الشرقيه، عايز اكلم حضرتك. اتفضل استاذ صبحي. صبحي الو. ايوه يا دكتوره. اهلا بحضرتك استاذ صبحي. اهلا بك يا دكتوره. اتفضل الدكتوره معاك. انا بس عن يعني واحد ما بيصرفش على عيال زي مراته خالص، وما بيصرفش عليه، وعاه بنتين يعني. هو عامل ايه؟ في المدرسة وهو ما بيصرفش عليهم في مصاريف خالص، سايبهم كده وهاجرهم، يعني يرضي ربنا ده؟
طبعا ما يرضيش ربنا، ده من اولوياته ومن يعني مسؤولياته يعني. المفروض ان هو طالما اتجوز وبنى يبقى هي اولاده مسؤوليته وزوجته مسؤوليته. وعلى فكره الشرع والدين بيقول ان الزوجه حتى لو بتشتغل هي ليها ميزانيه خاصه، هو ملوش دعوه بيها، هو يعني مطالب منه ان هو يعني يصرف عليها وعلى البيت ويجيب لها احتياجاتها كلها. ده حتى كمان يعني لو هي في مستوى معين يعني معيشه معينه وعندها مثلا في بيت شغلها وتاخد مرتب او خدم بيخدموها، هو مطالب لو مقدر يعيشها العيشه دي نفس العيشه اللي هو خد نفس المستوى اللي هو خدها منه بالظبط كده. لكن ده طبعا حرام يعني ما ينفعش. فهم لازم يعملوا قعده مع بعض ويجيبوا حد كبير من العيله ويحاولوا ان هم يعني برضو يشوفوا ايه السبب او ظروفه، هل هو مثلا غير يعني غير مقتدر مثلا ما بيشتغلش، في تعبان يعني، برضو يعني نعذر الناس ونقدم لهم الاعذار بس ونشوف ايه اللي ممكن الحل ممكن الامثل ان هو دي المشكله برضو يا دكتوره، ان الشباب دلوقتي اللي لما بتتجوز الشباب الصغير بيبقى متعود بياخد مصروفه من بابا وماما، والفلوس اللي بياخدها من شغله دي هي بتاعته لوحده، ما تعودش ان يصرف على حد من الفلوس دي. ايوه يعني بقى في سنه انانيه هي طبيعيه بحكم ان احنا كلنا بندلع ولادنا، فربناهم ان هم متدلعين دايما الحاجه دي بتاعتهم. مش كل الولاد قد المسؤوليه ان هو فاهم ان عنده زوجه وعنده بقى بيت وعنده مصاريف، فبيبتدي ياثر، فبالتالي هي كمان متعوده ان حد يصرف عليها. ايوه ما هي عايزه برضه، دي برضه من ضمن المشاكل الاول الجواز الاولاد. أيوة. والبنات دي ما هي دي حضرتك بترجع للتربيه من الصغر. تمام. يعني شوفي اما اجي اربي ابني وهو صغير، للاسف احنا بنفكر ان الاطفال ما يعني طول دول مش دول بيفهموا، متابعين كل حاجه وفاهمين كل حاجه، لكن هو فاهم كويس جدا وبيحس بيكي كويس جدا. وتلاقي الطفل اللي طالع طفل عنيد، ده نتيجه التربيه، اتربى شاف مثلا اب بيعامل الام بعنف، شاف الام مثلا بتعامل ترد على الاب، تخبي على الاب بالظبط، تكذب عليه. الام والاب بيصلوا، فالطفل هيطلع بيصلي. أيوه. الام والاب متفاهمين، هو سفنجة، الاطفال هيطلعوا يحكوا زي ما هم شايفين بالزبط. في لغه حوار في الاسره وفي العيله. أيوه. فهم دايما بيشاركوا في الحوار، ودايما لازم نعودهم ان هم ليهم راي، ودايما الحب ما بين الزوجين بينشا اطفال سويين وحب. طبعا دي حقيقة. هم بيشوفوا يعني لو حتى في مشاكل بين ما فيش بيت ما فيهوش مشاكل، وما فيش حد ما بيختلفش، هي دي طبيعه الحياه كلها. بس هم بيبقوا حاسين وبيبقوا عارفين، حتى لو في مشكله ما بين الاب والام، الولاد لو عارفين وحاسين ان الحب اقوى بيبقوا حاسين ده، فما بتاثرش عليهم هم. بابا صالح ماما، ماما صالح بابا، عارفين ان ماما عملت اكله حلوه النهارده عشان بابا بيحبها. الاب بيساعد الام في ان هو بيساعدها، ان شاء الله يا رب يشيل طبق، مش هقول لك يساعد في الاعمال المنزليه كلها. بس المساعده، ايوه ده المساعده دي يعني من اكتر الحاجات، الدعم اللي بيقدمها الزوج لزوجته. يعني الزوجه بتحب دايما الدعم. ما نشوف استاذ سيد هيقول لنا ايه بقى. اتفضل اتفضل يا استاذ سيد. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ سيد، الدكتوره معاك، اسال. الو. ايوه مع حضرتك. أيوة اتفضل. ماشي اتفضل. ماشي يا مصر. الصوت اتفضل قول سؤالك. الصوت مش واضح يا استاذ سيد. شكرا على اتصالك يا استاذ سيد. حاولت تتصل بينا تاني. ان شاء الله. فيعني المهم من الاول خالص الاتفاق بين الزوجين ان هما ازاي هيربوا. تمام. يبقى في اتفاق في التربيه، ما فيش خلافات قدام الولاد مثلا، على قدر الامكان يتحدوا في الراي. زي ما بقول لحضرتك الدعم، دعم الزوج لزوجته ده مهم طبعا. جدا. والدعم ده يعني قدام الولاد بيخلي حتى الولاد كمان هم كلامهم ويحبوا الاب ويحبوا الام ويطلعوا على كده، خايفين على زعل الاثنين مش خايفين منهم بالظبط. وبعدين الولد بيطلع خلاص هو شايف يعني الاب قوام
ورب يعني ماسك الاسره كده. فهو طبعا شيء طبيعي، انا لما اكبر هبقى عارف ان انا هتجوز وهتبقى في زوجه مسؤوله مني، هصرف عليها، هجيب لها يعني. وبعدين اهم حاجه ما يحسسهاش ان هو يعني لو هي ليها دخل مادي ملوش دعوه بالدخل بتاعها. هي ده دلوقتي لازم ده ماشي، احنا بنقول بحكم الظروف الماديه ممكن يشاركوا مع بعض ويساعدوا بعض، بس بالحب. هي اللي هو بيختار واحده بتشتغل عشان تشارك غصب عنها. بصي انا جالي يعني في كان عندي يعني في شباب بيجوا تدربوا، كانوا عندي تمام. شباب وبنات، فولد من الشباب بيقول لي يعني بقول له انت ما خطبتش ليه لحد دلوقتي وكده، قال لي انا شارط على اللي انا يعني كل ما اروح اتقدم لواحده وعشان اخطبها شارط عليها انها تشتغل، ولما اهلها بيعرفوا كده او هي بتعرف كده ما بيرضوش يوافقوا بيه، بيخافوا منه. فبيخافوا منه. فانا بقول له طب انت ليه شارط يعني عليها كده؟ عشان ظروف الحياه صعبه. قال لي الحياه صعبه والدنيا يعني لازم المشاركه والبتاع. قلت له طب ماشي، بس ما يبقاش شرط اساسي. لا وغير كده لازم يبقى بالحب او بالتراضي، لكن ما تجبرهاش تشتغل. يعني ان انت هي مش مضطر، مش مضطر. وبعدين هي بالحب هتديله كل اللي هي ايوه هي الست لما بتحب بتدي كل حاجه، لكن لما بتحس ان هو طمعان فيها بتبخل، بتقول له لا مش هديلك. فهو راجل المفروض يتنزه، المفروض ان هو يترفع عن الحاجات دي. بعدين هو قوامون على النساء بما اطفقوا فيها فضل الله بعضهم على بعض. عليكي ايوه ايوه يعني هو ده هو ربنا اللي امرك بكده مش احنا خالص يعني. سيبك من الدنيا، هي بتشتغل هي ما بتشتغلش، انت المفروض ان انت تصرف. هي المشكله دلوقتي كمان ان الولاد معتمده ان الست بتشتغل مش بس تصرف، هو بيرمي المسؤوليه كلها عليها. وبعد بقى ما بيبقى فيه ولاد بيرمي المسؤوليه خالص، بقى مكبر دماغه اللي هو انت كده كده بتصرفي كملي صرفي اتصرفي. ده بيرمي المسؤوليه مش مصاريف بس، ده في كل حاجه. أيوة. هي اللي تودي النادي، هي اللي تودي الدروس، هي اللي تودي. لا ما ده من الاول خالص زي ما بقول لحضرتك احنا بنتفق. هو الوقت لما اول ما بيتجوزوا ثواني يا دكتوره معلش انا اسفه. محمود الو الو خط قطع. اول ما بيتجوزوا وهي بتحسسه ان خلاص انا كل حاجه ممكن انا يعني هعملها فيها واعمل، فهو بيرمي بيستسهل لان هو برضه يعني تعبان وعايز يعني يرتاح وكده. لكن لو بالاتفاق وهي حابه ده مفيش مشكله تعمله. لكن بقى للاسف بيبقى في مشاكل بتيجي بسبب الموضوع ده. انا بودي الدكتور لوحدي، انا بودي التمارين لوحدي، بودي الدروس أنا لوحدي، بذاكر للاولاد لوحدي، وبنتغدى لوحدينا عشان انت بره. وبترجع من بره انت تتغدى لوحدك عشان نازل تقابل اصحابك بعد كده على القهوه برضو لوحدك، وترجع نكون احنا نمنا. مفيش تواصل، مفيش لغه حوار، مفيش اي حاجه ان هم قاعدين مع بعض او متجمعين مع بعض. حتى دلوقتي الافراح او المناسبات كان زمان العيله كلنا نروح مع بعض. الاهل كلهم الاب والام والاطفال يروحوا مع بعض الفرح ولا العزاء ولا المصيف. صح. دلوقتي كل واحد بيروح انا هبقى اجي لكم هخلص شغل وابقى اجي لكم. ده على كده بس، ده كمان في قلب البيت انت بتبقي قاعده مع اولادك، كل واحد قافل عليه اوضته بالموبايل بتاعه وهو في وادي، والاسره كلها يعني كل واحد في الاسره في وادي. المشكله بقى بنعاني منها دي عايزين نتكلم فيها. ده حوار لوحده يعني السوشيال ميديا. سبحان الله. الاطفال والراجل والست كل واحد ماسك موبايله وقاعد عليه كان مفيش لغه حوار ما بينهم، كان مفيش اي حاجه. أيوة دي ولو حقيقة. مشكله حصلت اصبري لما اخلص، هي كمان اصبر لما اخلص. واحنا بتنادي على الام، بتنادي على الابن او بتاعه يقول طيب خالص. وما وقاعدين على سفره واحده. ده لو قعدوا واتجمعوا يعني يصادف ان هم كلهم موجودين في نفس الوقت كل واحد ماسك موبايله على الاكل. صح دي حقيقة. يا جماعه في الاكل ليه احترام. طب نتكلم مع بعض على الاكل زي ما كنا بنقعد نحكي. بابا رجع من الشغل بيحكي، ماما قاعده بتحكي ايه اللي حصل، احنا بابا احنا محتاجين. الالفه دي ما بقتش موجوده. ما هي ما بقتش موجوده بسبب الـ يعني التقدم اللي احنا فيه ده، والولاد طبعا مبهورين وهم معذورين بسبب الانفتاح الجامد واصحابهم كده والدنيا كده. لكن دي بتتوقف على كل اسره بقى. انا كاسره لازم اعمل يوم اخرج بيه مع اولادي وجوزي والدنيا دي، نروح نادي، نروح اي مكان، نتجمع، نقعد مع بعض على بره، نتمشى، نعمل رياضه مع بعض. محمود رجع يا دكتوره قبل ما يقفل. ايوه محمود. محمود الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
محمود. انا كنت عايز اتكلم الدكتوره. اتفضل الدكتوره معايا. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اتفضل. معلش انا كان عندي مشكله، يعني انا حضرتك اتكلمي على سعاده الاسره وعلى تنظيم الاسره. طب لو في تشكك في الاسره نفسها من اتجاه لو في ايه؟ مشاكل ايه؟ لو في تشكك يعني في اهمال من اتجاه الست، الواحد يعمل ايه؟ اهمال من اتجاه الست؟ يعني الست هي اللي هي المهمله اتجاه يعني؟ الزوج ولا اتجاه الاطفال ولا اتجاه ايه؟ مهمله في اولادها ومهمله فيا ومهمله في نفسها ومهمله في ارائي ومهمله في احترامي. طيب ايه المانع ان انت تاخدها في مكان كده وتعزمها على يعني انت وهي بس، وتقعدوا مع بعض، انت تطلع اللي جواك واللي مضايقك منها، وتقول لها والله انا زعلان مثلا من 1 2 3، انت مثلا يعني مقصره في كذا، او مش واخده بالك من مظهرك او من ولادك او من بيتك، وده يعني مضايقني. وتبداوا مع بعض يعني مع يعني تقول لها، لان هي ممكن تكون هي مش واخده بالها مش اصلا انها مقصره او مهمله على فكره. وبعدين انت لو قعدتي معاها وكلمتها هتقول الموضوع اصلا يا دكتوره، معلش ما اقطعش كلام حضرتك اللي بتصلي، معلش الهدف، بس هو الموضوع كله ان احنا قاعدين لوحدنا اصلا، انا ومراتي بس، وعندي ولد مالك بس اللي عندي الحمد لله ربنا كرمني بيه. ودايما نبقى قاعدين مع بعض في البيت. يعني انا مثلا انا مهندس مجموعه سعد مصطفى، انا اصلا من الاسماعيليه. وتوصلنا الشغل دايما بعد الساعه 4 بنقعد مع بعض، بنطلع مع بعض الى خالص. دايما بقعد معاه واقول لها ده غلط وده صح، وانا عايز وليكن اللبس ده مش عاجبني، اللبس ده يا ريت احسن من كده شويه، ما تضربيش الولد صغير لسه سنه ونص، ما تضربهوش لسه ما يفهمش حاجه. ما ينفعش اقول لها على حاجه تقول لي لا ماليش عاملاها، لا انا مش عايزه الحاجه دي. يعني في اراء كتير قوي بقى، دايما بقعد واقول لها ده غلط ده صح. حتى امي يعني امي ديت ربنا وصى على الوالدين، خلي اسلوبك معاها كويس، تشخط وتنطق فيها وتشخط فيا انا كمان وبتزعق فيا. مين اللي بيزعق فيه؟ الزوجة هي اللي بتزعق للأم، أم الأب أم الزوج وبتزعق للأولاد ما تسمعش الكلام، هي فيعمل معاها إيه؟ لا هو هنا طبعا يعني هو بيقول لك بيرجع من الشغل بدري وبيقعد معاهم وبيبقى عايز يبقى فيه أسرة وفيه نقاش وفيه أيوة كلام ما بينهم، بس هي مش بتستمع يعني. ما هي برضو لازم نسمع منها، نسمع رأيها هي لأن إيه اللي هي مزعلها وإيه اللي مضايقها. ممكن يكون الأسلوب والطريقة، شكرا يا محمود اسمعنا بقى، يعني ممكن الأسلوب والطريقة اللي بتتعامل بيها هي اللي بتجبرها على الرد بالطريقة دي. فاحنا برضو ما نقدرش نحكم او نقول نقولها كده، لكن عموما هي المفروض الواحده تتعامل مع ام الزوج على ان هي امها بالظبط، وتتعامل معاها بما يرضي الله. وحتى يعني تحط في دماغها كده ان دي ست كبيره، حتى لو قالت لي كلمه او اي حاجه اعدي ما فيش مشاكل. ايوه وبصي حضرتك برضو الرك على علاقته هو وهي مع بعض، يعني الزوج والزوجه، يعني هو لازم يقعد معاها هما الاثنين يصفوا اللي في القلوب. هو زي ما بنقول كده اللوم والعتاب من باب المحبه، يقولوا لبعض، هي تقول له وهو أيوة يقول لها. لازم انت لو قعدتي معاها هتقول لك كلام كتير قوي يعني. أيوة يعني انت لو سمعتي منها. هو برضو لازم يكون عندنا حته تفاهم، ان انت قادر تستوعب ان انت ممكن تكون غلط وهي كمان قادره أيوة تستوعب ان هي غلطت. ما هو بصي بقى، هي ايه المشكله اللي يعني او ايه اللي بيخلي في مشاكل جامده كده وبتوصل للمرحله دي؟ ان هي العمليه كل واحد بيتشبث برايه. انا عايزه اثبت ان انا صح وخلاص، وانا شلت وعبيت وانا زعلانه منك وانت مش عارف انا زعلانه ليه، ولازم ومش عايزه اسمع، انا مش عايزه اسمعك، انا شايف كده ده صح وخلاص. ثانيه يا دكتوره نشوف محمد. ايوه يا محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضل يا محمد. يا دكتور لو سمحت بتكلم عن احساس الاسره والكلام ده كله. تمام. ايوه دلوقتي اللي كثر سبب الانفصال بين الستات وبين رجالتها ايه؟ اللي هي الموضوع اللي حكايه الخلع. الخلع موضوع الخلع دلوقتي الواحد اكثر ما يكون في المحكمه تتخلع، وتقول يقول لك ايه انا اقبض حكايه المطلقات. الخلع عمل ايه؟ تروح تعمل خلع
وتاجي يروح تبدل في حكايه القبض بتاع المطلقات ده. مش كلام مش واضح. هو حضرتك بتتكلم ايه، من ناحيه القانون يعني ولا من ناحيه الستات ان هي بقت بتستسهل الخلع والطلاق دلوقتي؟ اسهل كلمه من ناحيه المشاكل بتاعت اللي هي الخلع والكلام ده كله، اللي سبب الموضوع ده كله بتاعت الخلع. ان الخلع هو السبب في المشاكل دي كلها، ان كل واحده دلوقتي بقت بتستسهل ان هي هتروح تخلع، فخلاص الحوار خلص، حلت مشكلتها. تروح تخلع زي كده وتقدم موضوع القبض، ما تحاولش تصلح في بيتها وفي الاسره علشان هي كده كده معتمده ان هي تخلعك وخلاص. بس مش ده مش حل على فكره. خليك معانا يا محمد، اسمع دكتوره تقول لنا ايه. في يعني في حالات كتير الزوجه بتضطر ان هي تتحمل فوق طاقتها وتستحمل وتسكت علشان خاطر مثلا ما عندهاش دخل تصرف، او ما عندهاش خاطر الولاد. كلنا بنقول عشان خاطر الولاد، ودي اكبر كارثه. لان لما بيكملوا هما مش متفقين بيعود برضه باثر سلبي على الولاد، والولاد طيب برضه بيتضروا. طيب الحل بتجرب. بقى في الموضوع ده ايه؟ طب إيه شوفي حضرتك، هما طرفين زوج وزوجه، تمام. إيه المشكله بتفضل قائمه ليه؟ لان مثلا هو واحد بس اللي بيحاول ان هو يتنازل ويسكت ويستحمل، والتاني ما بيتغيرش خالص ويفضل دايس زي ما هو. يفضل يضغط، فاكر ان انت عادي، ما انت ساكته اهو، ما انت ساكته اهو، بتعدي وعارفه تتصرفي وعارفه تتعاملي، يبقى انت لا، ما فيش حاجه مضايقاكي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هي هيجي عليها يوم او هو هيجي عليه يوم ومش هيقدر بقى يتحمل المعامله دي والطريقه دي، فتوصل بقى للخلع اللي هو بيقوله ده. لكن لو يعني احنا الاثنين غيرنا من بعض، ما هو ربنا قال لا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فطالما انا بتغير وباجي على نفسي وكده، واللي قدامي مش عايز يتغير، عمر الحياه ما هتتصلح. فلازم احنا الاثنين، هي مركب فيها ريسين زي ما بنقول كده بالبلدي، فلازم الاثنين الاثنين يساعدوا بعض. أيوة لازم يبقوا ايدهم بايد بعض، وبعدين ما يقفوش قصاد بعض. يعني هم الاثنين لو هي متعصبه ممكن هو ما يتعصبش قدامها، والعكس برضه لو هو متعصب يعني يحاولوا الدنيا شويه. شوفي حضرتك، كان في قصه كده ظريفه كانوا بيحكوها يعني كده. كان في اثنين زوج وزوجه متجوزين بقالهم 50 سنة ما شاء الله، وعايشين يعني حياة سعيدة جدا، والناس كانوا يعني بيحسدوهم على السعادة اللي هم فيها، لحد ما وصلوا سن كبير. وبعدين جت الزوجة تعبت قوي، وهم طول الفترة وهم عايشين مع بعض، الزوجة كان عندها صندوق كده صغير محتفظة بيه وحطاه شايلاه في حتة. ومن أول ما اتجوزوا، من أول يوم قالت لزوجها الصندوق ده بتاعي ويخصني، مالكش إن أنت تفتحه إلا بإذني. فقال لها ماشي، واحترم رغبتها لأنه كان زوج برضو يعني كويس، وقال لها ماشي واحترم الرغبة بتاعتها، وما فتحش الصندوق ده خالص. لحد ما كبروا في السن وجات الزوجة تعبت قوي، وهي تعبانة ويعني وراقدة كده، جاب لها الدكتور، فالدكتور قال له دي تعبانة جدا ومش عارفة ايه وكده، فهو قاعد حزين جدا عليها وعمال يبص لها ويعيد الذكريات معاها، لان هي كانت زوجة منه خلاص يعني حبيبت. كانوا حبيبة قلبه وما فيش مشاكل والكلام ده. فعينه جت على الصندوق، بص كده على الصندوق وبص لها، فهي هزت له راسها يعني سمحت له ان هو يفتحه. اخيرا ففتحوا الصندوق، لقوا فيه ايه؟ لقوا فيه عروستين صغيرين بالكروشيه معمولين، وابرتين كروشيه، وتحتهم 50,000 دولار ما شاء الله. فبيقول لها ايه ده؟ يعني ايه العروستين دول؟ قالت له انا لما جيت اتجوزتك من اول يوم جدتي جات لي ووصتني وقالت لي ما تقفيش قصاده وما تجادليش معاه وما تشديش قصاده في اي حوار، لو هو متنرفز او متعصب خدي الابرتين دول، واول ما تلاقي نفسك متعصبه وعايزه تردي او تعملي طلعي الطاقه بتاعتك دي في عروسه كروشيه. فانا بدات اعمل كده، في كل مره يحصل فيه نقاش بينا او هنتخانق بسيبك خالص وبروح اقعد اعمل العروسه بالكروشيه. فهو فرح قوي ان ما فيش الا العروستين بس، يعني هو ما عملهاش مشاكل في الحياه الا هم المشكلتين. فبيقول لها طب يعني كويس، طب ال 50,000 دولار ده عرايس إيه؟ كتير عملتها بجدها. ايوه دول ثمن العرايس. فدي يعني من باب الظرفه ان احنا بنقولها، يعني ان الواحد يتحمل ويعدي مره انا ومره انت، لكن مش كل مره انا
او انت وبعد كده في الاخر نضغط على بعض، بلاش نلعب على حته الغلاوه. ايوه انت عارف ان انت غالي عندي، الله يفتح عليكي، فعمال تدوس دوس، انا بحبك فهعدي. أيوة. مره الثانيه الثالثه هاجي في وقت هقفل. ايوه خلاص مش هعدي لك. على فكره على فكره في العلاقات كلها، مش في الزوج وزوجه بس خالص. يعني الابن بيعمل في امه ويزعلها ويعمل، عارف ان هي بتحبه ومش هتقدر على زعله ومش هتقدر ان هي تبعد عنه والكلام ده كله، فيجي على الام. فكل ما الواحد بيستغل العاطفه او عارف اللي قدامه كده، دي بتجيب نتيجه يعني وحشه في الاخر. انصحينا بقى يا دكتوره، ايه اللي ممكن نعمله اي زوج واي زوجه عشان الحياه تبقى تستمر وتبقى كويسه؟ ايه النصيحه اللي حضرتك ممكن تقولها لنا؟ اولا خالص في يعني من الاول خالص لازم يتفقوا زي ما بقول لحضرتك كده، ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. احنا هنختلف، لازم هنختلف، مش لا يمكن حد اسره هتعدي من غير ما يبقى في اختلاف بين زوج وزوجه. فالاختلاف ده يبقى يعني في حب في نسمع لبعض ونحب بعض ونود بعض. ايوه في حب ربنا، وما نختلفش، ربنا يهدي النفوس كلها كلها. ونورتيني يا دكتوره، استنونا في حلقه جايه من ستات دوت كوم. اشوفكم على خير. انا سعيده بك.